إن شاء الله. وأنا سعيد جدا بهذه الزيارة اليوم بمناسبة الاحتفال بعيد الشجرة، وزرت منذ قليل رجيم معتوق والآن في المحدث، وهذا الدليل على أننا بإرادتنا وعزمنا وبإمكانياتنا الذاتية يمكن أن نحول هذه الكثبان من الرمال وهذه الصحراء الممتدة إلى مناطق خضراء. يتوفر كل شيء، وإن شاء الله سنعمل على تحقيق الاكتفاء في الغذاء، الاكتفاء على المستوى الوطني بإرادتنا وبثباتنا وبالعزم الذي لن يلين أبدا في تحقيق أمان الشعب التونسي.